حطيت هالأزمة يا سلام علي وبعد شوية صدقت صحيت ستين من هابلة قلت لها مرحبا أساسا تعرفني وغرقت بالأسئلة لك مين انتي حلوة عن جد شو بتحكي كيف الماما مع البابا عم تحكي الله بعينها وبعينك اليوم كل العالم بيطلق جارتنا بيضا جوزا لحالها شو بده يطلع منها هي وبنتها رايحة جاي كل يوم من دايرة هاي تعالي نشوف كل يوم عالساعة سبعة هاي بتطلع من هون لبسب انه انا بطلع من هون والقاتل يستفتح منها بتفتح من هون والعيون شايفتها بتبص بس من ورا الشباب بيكشو فيه ومين ومكيف وليش يا ساتر يا الناس اشهد زي ساتر شو صار سمعت سمعتي الخبر وهي دول وهاد انتو مالكم مال الناس عيونكم كل محل عيونكو كل محل مين انتي حلوة عن جد شو بتحكي كيف الماما مع البابا عم تحكي عيونكو كل محل عيونكو كل محل